إنني أقوم بإخراج الزكاة سنويا عندما أعود لبلدي، وعندها تكون لدي بعض الأشياء التي أود إنجازها مثل البناء وشراء أثاث وخلافه، فهل أخرج الزكاة أولا أم بعد شراء هذه الأشياء؟ وبما أنني أتقاضى راتبا شهريا فمن الصعب تحديد المبلغ الذي مضى عليه الحول، فكيف أتصرف في مثل هذه الحالة علما بأن الزكاة لا تجب إلا على المبلغ الذي مضى عليه الحول؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه المسألة يكثر السؤال عنها، خصوصا من الموظفين والذين لهم دخل شهري يتكرر، كيف يزكون ما يجتمع لديهم لأنه ليس على وجه واحد؟ فالذي تبرأ به الذمة ويستريح به هذا السائل وغيره ممن هم من أمثاله أن يحدد له شهرا من السنة كشهر رمضان مثلا، فيخرج زكاة كل ما اجتمع لديه في هذا الشهر إلى مثله من العام القابل. ما تم حوله فقد أخرج زكاته على رأس الحول، وما لم يتم فقد عجلها. وتعجيل الزكاة يجوز لا سيما إذا كان لحاجة، فيتخذ شهرا من السنة يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه من المال إلى مثله من السنة القادمة، وما صرفه قبل هذا الشهر مما لم يتم حوله فليس فيه زكاة. فإذا شرى إذا اشترى حوائج أو أشياء من الدراهم التي لم يتم حولها فليس فيها زكاة، أما إذا اشترى منها بعد تمام حولها فإنها تجب فيها الزكاة على تمام الحول.